رؤوس الشعب العراق. احنا في البداية مجموعة متطوعين اطباء وممرضين، المفرزة موجودة من اول يوم بدأت المظاهرات وباقين بتقديم الخدمة لاخر يوم لحد ما تخلص المظاهرات وتحقق المطالب. بالنسبة لدعم المفرزة اكو مجموعة متطوعين من حسابهم الخاص واكو مجموعة متطوعين اللي هم وياهم اسعافاتهم الاولية واللي مشتريها من حسابهم الخاص من اجل خدمة شعب. احنا باقين ونخدم كل هذا الشعب، واي شيء يحتاج المتظاهر من علاجات واسعافات اوليه وسيارات اسعاف كلها متوفره وكلها مجانا، اي شيء ما حد ينطينا. كل هذا احنا متطوعين من عندنا وباقين احنا لاخر يوم ان شاء الله. حقيقه هنا ما صار عندنا غير حاله واحده، هي سقوط متظاهر من اعلى برج الساعه وتم نقله بسيارات الاسعاف للمستشفى، والحمد لله طلع سلامات ماكو مشكله. باقي الحالات كلها حروق وجروح والى اخره، هنا نعالجها بالمفرزه مو خطره. بدايه المظاهرات اللي كانوا موجودين هنا مجرد مسعفين وسيارات الاسعاف. المفرزه من ثاني يوم بدت هنا، من بدت الناس تتوافد الى ساحه الساعه بدت المفرزه بالشغل وتقديم خدمتهم الى جميع المتظاهرين اللي هنا وباقين ان شاء الله. بداية السلام عليكم ورحمة الله. احنا مجموعة من المتطوعين بهم اطباء طلاب كلية جامعة القادسية ايضا، ومن ضمن التمريض موجودين هنا متواجدين مكان التظاهرات من اجل اذا تواجد حالة صعبة او اي شيء نعالج به تدخل فوري. ايضا سيارات اسعاف متواجدة نقل حالات، ومثل ما قال زميلي كلها مجانا. وتواجدنا هنا نساعد المتظاهرين وإلى أن تحقق مطالب اللي الشعب يردوها. حالات صعبة، فقط سقوط أحد المتظاهرين من برج الساعة ووضع حاليا تمام، خرجوه من الجملة العصبية وبالتحسن شوية شوية بلي. والحالات الأكثر صعوبة اللي واجهناها بداية المتظاهرات اللي هي 2/10 مثل ما تشوف صار رمي على المتظاهرين، مسيل دموع، طلق مطاطي، وواجهنا هواي حالات صعبة منها الشهداء استشهدوا. وحقيقة بنأمر كنا مجموعة متطوعين تقريبا بينا من 17 واحد أيضا ما قصروا جماعة المتطوعين الأطباء، ماشين الخوف خايفين علينا لأن صارت حالات صعبة بداية المتظاهرات الكل يعلم بيها، وصارت اعتقالات أيضا، وحاليا حتى اعتقالات يعني من ربعنا اللي كان ما عندهم هويات، لان حقيقه نطلع ما نشيل لا هويه ولا جنسيه، خوفنا انها تطيح وتضيع بالسالفه صعبه تصير. فماشي الامور. حالات اعتداء اذا كنا مجموعات ما يقدرون يحاكونا، بس اذا كان واحد او يعني مفرده على واحده يعني يواجه صعوبه بالامر.
نحن مفرز انشئت من تطوعيه انشئت من قبل المهن الصحيه في الديوانيه طبعا لمعالجه المتظاهرين، وهذا الشيء يعني ابسط شيء نقدر نقدمه بخصوص المتظاهرين، لانه كل يقدم الدور اللي عليه هو. مثلا احنا كمهن صحيه نقدر نعالج المتظاهرين المصابين الغيرها زين، اما بالنسبه للحالات الخطره اللي تجينا، طبعا تجينا حالات بسيطه مو كلش خطره، فنقدر نحول هالحالات الخطره نحولها على الاسعاف اللي هم يعالجوها بالمستشفيات. الحالات البسيطه نقدر نعالجها هنا، ان شاء الله ماكو حالات خطره، اغلبها بسيطه كدمات، اكو جروح بسيطه تصير ان شاء الله زين، فهذه نقدر نعالجها هنا. الحالات الخطره تتحول للمستشفى او تتحول للاسعاف. اخواننا من الاسعاف الفوري موجودين هنا، ما قصروا ان شاء الله وساعدونا هواي. بالنسبه للمتطوعين هنا اغلبيتهم هم موجودين صباحا ومساء. دوامنا يبدي تقريبا من الساعه 7 صباحا، تستمر الى الليل 12، وعندنا خلال 12 الى 4 أو 5 صباحا موجودين متطوعين خافره، بحيث انه يسد النقص اللي موجود عندنا زين، بحيث تعالج كل الحالات اللي موجوده، تعالج كل الحالات اللي تمر بينا ان شاء الله. وبجهود الخيرين التبرعات مستمره من قبل المتبرعين، سواء بالاموال او بالمستلزمات الطبيه او بالادويه زين، وان شاء الله نكون سباقين لكل خير ونكون خدمه المتظاهرين. حالات اعتداء على المسعفين ماكو ان شاء الله، لانه كنا احنا هذول اللي طالعين سواء المتظاهرين او المتطوعين من قبل المسعفين، كلهم طالعين لخدمه الوطن، فان شاء الله كنا قلب ويد واحده وماكو اي حالات الاعتداء على المسعفين ولا على اللي موجودين من المتطوعين. هدفنا الأساسي هو محاربة الفساد والمشاركة مع شباب المحافظة والعراق بصورة عامة للقضاء على الفساد والزمرة الفاسدة، ونرفض الحكومة بكافة تفاصيلها، وندعو الكل إلى احترام الشهداء وعدم الرقص والغناء، وإنما نعتبر الشهيد اللي يسقط هو أخ لنا وصديق لنا وأب لنا وكل شيء لنا. فنرجو من الأخوة المحافظة على الهدوء أولاً، والمحافظة على الثورة، لأن هذه ثورة عظيمة جداً ولا يمكن أن تتكرر هذه الفرصة، فعلى الشباب التمسك بها بصورة صحيحة. إحنا بالنسبة لنا كبار بالعمر، مرحلتنا انتهت، المرحلة بدأت لكم، فيجب أن يكون الإنسان بهذه الحالة بأدق التفاصيل، الحفاظ على الثورة، الحفاظ على تفاصيل، الحفاظ على الهدوء، الحفاظ على الشارع، الالتزام في كل شيء، الحفاظ على الأمن ورجال الأمن، الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، الكل ملك للجميع، فلا يمكن أن نتعدى أي شيء. هذا نقطة. النقطة الثانية، تصير انحرافات وهذه الانحرافات يمكن القضاء عليها بسهولة، مو بالتهور ولا بالاعتداء، وإنما بالسلوك الصحيح والمحافظة الصحيحة على الحفاظ على ثورتنا، لأن هاي ثورة عظيمة
نهائيا ماكو بشكلها لا مصر لا سوريا لا لبنان، احنا ما عندنا لا رقص ولا غناء، اريد نقضي على هاي الحاله تماما حتى نحقق اهدافنا. هاي النقطه، الشباب اللي قاعد يشوفها بصوره عامه متمسك بهذه الثوره، اما واحد يقول اكو جماعه في فلان مكان تصرف وتصرف هكذا سيء، فيوجد في اي مكان يوجد هاي الحاله، بس الحاله قليله جدا. وبصوره عامه شبابنا جيد جدا وثورتنا عظيمه ويجب ان نستمر عليها بهذه الصوره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مسوين تشييع رمزي، تشييع رمزي للشهداء المحافظه وشهداء العراق بصوره عامه، وهم جزء من عندنا، المحافظه الديوانيه جزء من بقيه المحافظات، فمسوين تشييع رمزي، وغدا لنا موكب اكبر واوسع ان شاء الله في تخليد شهدائنا. نجاح الثورة، نجاح الثورة، وكشباب متضامن، الشباب إن شاء الله متضامن كله ويانا وعلى مبادئهم وعلى طلباتهم، وإن شاء الله الإصلاح، وإحنا ندعمهم بكل شيء، إحنا وياهم، إحنا ضد هاي الحالات، ضد الغناء وضد الرقص، لأن إحنا كل إحنا أصحاب جروح وجرح عام للجميع، للشهداء، لا لا ما ما ضد الرقص والغناء، ضد أي شيء بيفرح، إحنا صاحبين حزن. صاحبين مأساة، صاحبين مصاب جليل. صار تقريباً 9 أيام إحنا هنا بساحة التظاهرات نساند شبابنا، نساند ولدنا، نساند أهلنا على هاي القضية، ويومية والله العظيم نص يعني أجي تقريباً العصر نبقى لحد 12 الوحدة زين، وفي سبيل يعني نساند شبابنا، وهسه والله اليوم ماكو مي، الساحة كلها خطية وجبنا وخلصنا بالسبعين باكيت، وهسه رجع خطيه راح سيارته في سبيل يجيب مي. ايه العصر اجي وابو عبد الله يجي من الصبح، واني العصر اجي لهنا. دعم ذاتي؟ اي والله اي دعم ذاتي، ماكو احد في سبيل، يعني ان شاء الله الله ينصر هالشباب هاي الحلوه والرحمه لشهدائنا. السلام عليكم ورحمة الله. عادل من المهدي، انت حسبالك احنا عايفين الشغل كله كفيلك على عباس، ما اريد لا شغل ولا عمل، بس اريد حقوقه من عندك يا عادل من المهدي. انا امتي راح ابرش وانا من هنا يا عادل من المهدي، حسبالك تخوفنا كفيلك العباس، كلب ما تخوفه. خليني اقول لك عادل من المهدي، شوف اول شيء امان هنا وكيل ومال وشرب ودوملة ومرتاح أكثر من البيت، وما أريد الشغل كفيلك العباس، يوم أنت 5000 10000 ما أريد هيلك عادل من المهدي. خليني أسولف لك سالفة، يا ما تذب استقالة كفيلك العباس أبو فاضي، جاينك للخضراء يا عادل من المهدي، إلا سقط الخضراء بجهود هاي إخواني الكل اللي قاعدة هنا المحتصمة، الله شايد. ويا عادل من المادي حسبالك احنا زلم اهل البوبجي؟ لا عمي، خذ زلم ونفلش ونسوي كل شيء كفيلك العباس، بس نريد حقوقنا يا عادل من المادي، نثبتها احسن لك.
رجلي 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 العزيز واقطع النوم. رسالة من الشعب للقائد العام، تحقيق المطالب فرض والزام، وإلا هالشعب كلهم يثورون مثل الجمر ما يطفى لو قام، مثل الزرع نطلع من التراب ونتظاهر ببابك جثث وعظام. إش فرقك عالشمر هم قاطع الماي، حركت قلوبنا وهم حرقوا خيام. تسأل مستشارك شعب مرتاح، شلون نخلي هذا الشعب أقسام؟ قال لك سهلة، نزرع طائفيات ونخليهم اسلام تحارب اسلام. كافي كافي من الكذب مو وضحة الفكرة، كافي من الكذب مو وضحة الفكرة. وعينه وعينه ولا سياسي بيكم من قدره، اربط خالي. وعينه وعينه ولا سياسي بيكم من قدره، مقشمرني لي اللابد ورسم حسين. نريد نسبك ونستحي من الزهرة، نريد نسبك ونستحي من الزهرة. سلام. فمنذ بدء التظاهرات أردت أن أغير الصفحة لي الرقم 1000 وكذا من الصور، فأردت أن أختار صورة واحدة فلم أستطع لأن كل الصور كان فيها العلم العراقي، فوضعت العلم العراقي للصفحة الشخصية. قلب تلك الأسماء وأريد أن أختار اسم فلم أجد إلا متظاهر وثائر وعراقي وموحد ومحب للعراق والذي ينادي لبيك لبيك يا عراق، لبيك لبيك يا عراق. الله يبارك فيكم ان شاء الله. مين مباشرة واذا باجمل الاسماء كانت الشهيد اجمل الاسماء وبين الشهداء شك واحد يداوم سيدخلون الطائر كبار فالحقهم علينا ما راح نلتزم. بسم الله الرحمن الرحيم، اشكر هذه القناة التي رافقت متظاهرين الاعتصامات الديوانية. احنا باقين ومستمرين ومعتصمين وعندنا صبر طويل، وعندنا صبر طويل وما نبطل يعني ابد، ما لا ما نسوي له حل وناخذ حل وناخذ بس اعطينا مجال فدوه روح لك. احنا باقين هنا وصبر عندنا وما يخلص صبرنا، نريد حل. الاحزاب ما نريد، برلمان ما نريد، نريد وطن. وهالعالم شو تبوع لك كلها عايفه شغلها وعايفه عوائلها وجايه نايمه هنا معتصمه، ونبقى شهر ويوم واسبوع ونبقى حتى سنه، اذا ما يصير لنا حل ما نروح منا، وبعد راح تزداد اكثر واحتمال تتطور وتصير مشكله كبيره اذا ما سوينا حل سريع. نطالب نطالب يعني جميع واحد شريف يتدخل ويسوي لنا حل، واذا ما صار لنا حل لا والله الدور تخرب صدق. ومستمرين احنا باعتصاماتنا. أنا رجال عاطل قاعد لا شغل أعمى كل شمر، وصار اليوم واليوم 9 أيام، 9 أيام من يوم 25 لحد الآن أنا متواجد هنا، وما أروح لا أروح لأهلي ولا أبد. وذولا كلهم ذولا شوفوا كلهم جيراننا وأخوتنا وصدقاننا، كلهم اللي عندهم عرباين بالسوق يشتغلون عافوا عرباينهم وجو، واللي عندهم ستوتات عافوا شغلهم وجو، واللي يعني ماكو واحد عنده مثلا متوظف أو راتب أو تعيين أو فتشي ولا كل شمر، وعارف عوائلها وجاية قاعدة هنا طالب حقها، يردون حقهم ما يردون غير حقهم. طونا حقنا نمشي لهن، ما طونا حقنا احنا مستمرين وما نبطل. سالما
من 1/10 لهذا اليوم خرجنا، وها من ضمننا خرج ويانا من 1/10، بها استشهد يوم 4/10 بباب المحافظة، بها خرج من أجل هاي الناس الفقرة، بها ما محتاج الواحد، طالب نجح مرحلة ثانية معاون طبي، حالته المادية متمكن، سيارة عدة، بس غيرته، شجاعته، دفعته يدافع عن هاي الفقرة. طلع يوم 4/10 قتلوا هذول الظلام، ما نعرفهم احنا، ما حددناهم. احنا نريد ثار بها، نريد ثار هاي الشهداء راحت، انوار بها، هذول بعز عمرهم، بها عمره 21 سنه، مواليد 98، احنا نريد حقهم. احنا اليوم بها جوز باشراني باشر هاي الشباب تروح، احنا كل هذا الاجل لاجل الشعب الديوانه هذا، نريد حقوق هاي الفقره، نريد خلصنا من هذه الاحزاب. سالهم 14 سنه كل شيء ماشي، تعب وظلم، الديوانيه فقيره، الديوانيه كل سنه يصنفونها من افقر المحافظات، ما عندنا شيء هسه، نفط ماكو، الواحد لا يريد يشتغل لو بكوفي لو بكافتريا غير هاي ماكو، لا عندنا شركه، لا عندنا حقوق النفط، تعبنا احنا. انا من وعيت على الدنيا هذا عمره هسه نفسهم يشكون، نفسهم جبير فيصل النائلي كلهم نفس اللي يشكون، احنا نريد واحد يخلصنا من هاي الظالمين، تعبنا والله تعبنا، احنا ما نروح وما نرجع، نظل منا لمن نغير هاي الشكون، اذا بقت نفس احنا نظل محتصنين، خلي العالم تروح، هاي احنا اصحاب بها بينا بال 15 واحد، وهاي الصور كل واحد الصور كل صوره الشاب هاي، احنا ما نرجع، نريد حق بها وحق هاي راحة الشباب. امه يا خطيه والله ما قاعد طبل البيت خطيه، يعني هسه من يعوضها بعد؟ من يعوضها؟ شنو يعطوها فلوس؟ يعينون واحد من اخوته؟ ماكو. تعبنا والله تعبنا وملينا والحسين، يعني هسه احنا ندرس دراسه عباره صارت روتين. نريد واحد يطبق عليه قول الامام علي، يصير مثل صفه من الامام علي يطبقها. صفه من الامام علي ما كان يخلي فقير، كان ياخذ الاكل مالته ويوزع على الفقراء. والله تعبنا، شعب شاني، بس احنا نقول حسبي الله ونعم الوكيل، بكى تجينا واحد يسلط لنا واحد عادي يعوض هاي الناس، يعوض هاي الشباب الراحت، تعبنا والله تعبنا، الحمد لله والشكر، ونقول حسبي الله ونعم الوكيل ومستمرين الى اخر لحظه والاخر يوم، الاخر يوم مستمرين، وما نخاف، اليوم راح بها باكر انا، انا وحيد لهل، عاد اروح فداء للوطن وفداء للشعب الديوان انا عادي، والله العظيم عادي. ونقول كلا كلا للفاسد، غير هاي ما نقولها، الحمد لله والشكر. احنا هنا معتصمين وقاعدين هنا مسوين مكان ما معتبرينه ميت ولا مستشهد، هذا ويانا هاللي يشوفه قاعد الابتسامة ما تفارق وجهه، وهو من راح بطل وسبع و مو من هسه مجاهد، هو من زمان مجاهد لأهله مجاهد للوطن ويركض قدام العالم، بطل سجاد الله يرحمه. وقاعدين اصدقاء هنا مسوي له هاي التكه بثوابه، هاي الصور اشوفها قدامه ومن خلال شاشتك ارد اقول له فت قصيده، اقول له اشوفك وين يا معتبر ضعت نقطه ببسط دفتر، افر جفوفه من نمشي وين ادري الوقت يفتر، زرعتك عود وين تريد حلات العود من يكبر، سوالفنا الكلن قلبه أذكرك بيها تتذكر، سوالفنا الكلن قلبه أذكرك بيها تتذكر،
شكلك بعده لو خربان اذا هو القبر منطر. كون العمر كاسيت وارجع وعيده ويرد اخوي الراح وقف على ايده. سلامتك والله يوفقكم وما قصرتوا اعلام الديوانيه، انتم شرف لنا وعلى راسنا ويانا بكل مكان وبكل خطوه، وان شاء الله هنا باقين منا لمن ما ينفذون مطالبنا. عسى ما نضل هاي كلها 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 تروح الشباب، هم تطلع من ساعدنا الجاهل. ان شاء الله باقين منا لمن ما يطولنا مطالبنا اللي نريدها. والحمد لله والشكر على كل حال. أيها الحكومة، المتظاهرين سلميين، هاي والوحدة سلميين ومعتصمين، ما نروح، يشهد الله ما نروح، ونظل هنا باقين. تردون أشهر، تردون سنوات باقين. سمحت لولا عادل عبد المهدي والأحزاب، شلع قلع ما نريدكم لا برلمان ولا غير البرلمان ولا الأحزاب ولا عادل عبد المهدي. يا اخي اطلع برا، ما نريدكم. قطعنا الجوع، ملينا الشباب، ملت. انت شنو ما تحسون بالقران؟ ما عندكم كرامه بالعباس، ما عندكم كرامه. انتم لو عندكم كرامه شو ما ظليتوا. سمحت لولا كافي، حوفونا منزلوا وتلاذوا لحد الان، ما شفنا من عندكم شيء. ملينا ثقب العباس، ملينا نفقس عيونكم ولا ما تطلعون. سمحت لولا ما اريد حتى. وطلع ذول الايرانيين، مو جبت ايرانيين، ولكم ايرانيين ايرانيين، ولك ايراني تجيبه على العراقي، ولكم انتم غير حكومه زباله، حكومتكم ما بيكم حظ. ولك شنو تجيب ايراني على العراقي؟ انت مو عندك جيش؟ ولك احنا سلميين، سلميين احنا بالرايه مال العلم، تجي تربح علينا؟ ولكم مع الاسف عليكم والله، تقبل عباس مع الاسف. سمحت لولا بالروح عم نفديك يا عراق، بالروح بالدم 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 نفديك يا عراق. موزه فل الشباب ذكرى ومصيبه، موزه فل الشباب. اجت الانتخابات ووصلناك المن للحكم حتى تجدنا حلول. اسالك بالله العلي العظيم، هاي هسه المشاكل اللي خليت نفسك بدوامه، زراعه انهيتها، شباب انهيتها، ثروات بقتها، عراق احرقته من راس الرجلي، شنو النتيجه؟ زين انت تقول اني دكتور بغيرتك بشرفك، اطلع شويه شوف حيل في، شوف فد راي لحد ساعه بربيل، ساعه بايران، ساعه اذا انت تخاف وما قد المسؤوليه، ليش تستلمها عمي؟ اطلع قدام الناس اقول عمي هاي المسؤوليه مو لي، ليش خليته حق بدوامه؟ عمي والله العظيم والله العظيم لا انتم سياسيين ولا تعرفون السياسه، بس انتم ماكو تربيه الخارج والخارجة، ايش حصل احنا من الخارج؟ تربية امريكا، تربية ايران، وتربية السعودية. اقسمت بالله هذا مشروع قضاء على الشعب العراقي، واللي نفذ منه ذول الحكام الموجودين. بس الله يبلاكم، الله يبلاكم بحق الحبيب محمد رحم الله والدين. احنا ايش طالبين؟ عم احنا طالبين عزة وشرف وكرامة. ايش طالبين عم احنا؟ صار لك 15 سنة، سنة سنتين ثلاث، 15 سنة تتبوك، 15 ما قنعت، ما حطيت فكرة ببالك،
حتى تستفاد من قبلك، قبلك فلان وفلان، مش حصلوا بوي. انت ما تصلح رئيس وزراء، اقدم استقالتي وشكل ماكو، واجيب حاكم عسكري احط لنا ماكو على المنصيب يدير شؤون البلاد، وبعدين ماكو تجي انتخابات ننتخب في مال لا في مال لا. والله احسن لنا. او شغله ثانيه، ما تقدرون فوضوا الامم المتحده هي تشرف علينا. قاعد يقتلون بينا ارزاق باقو، ما خلوا شغله بالشعب العراقي صحيح. ماكو شيء خلوه، قاسيه كتب له ايش خلوا عمي؟ ما خلوا، ليش؟ شنو ذنب هالمساكين هاي؟ شنو ذنبها؟ شنو هاي الطاقات البشريه شنو ذنبها؟ شهايد ما محترف بيها، تعيينات ما شنو ذنبها عمي؟ حلاله هاي الدول، الدول عم دول ثروات ما عندها، فكر ما عندها، عايشه. والعراق خلوه عباره عن نار، كل دوله تجيب قنبله وتذبها. ليش؟ ليش؟ اتق الله شويه. واقول لك شغله، اقسمت بالله العلي العظيم، هاي المظاهرات ما تنتهي الا بقاله الحكومه. باوع يقتلون الكفعه، بس اذا ما قالوها لا بالله ما نتفاوض عن اقاله الحكومه. لان هاي الحكومه تبعيه، والتبعيه ما رايدين عراق شريف. عراق شريف رايدين يحكمنا. ما نريد ذول الفسده المارقين. نريد عراقي ابن حلال يحكمنا ينقذ الشباب هاي. نريد الحريه، الحريه، اسقاط النظام. الشعب يريد اسقاط النظام. الشعب يريد اسقاط النظام. الشعب عم ما نريد، لا نريد، لا نريد احزاب، ما اريد، ما اريد، ولا اريد حكومه، ما اريد، حتى لا تجينا حكومه مره ثانيه. ايه؟ حتى لا تجينا حكومه مره ثانيه. ايه؟ يمشي عدل، لا ما يمشي عدل نسحق على راسه. لا نفس الوضعيه بالعباس، نسحق على نفس الوضعيه، بعد ما حد يقدر فينا. ما نخاف، كله طالع، والله ما نخاف. الخوف من هالكلام شبعنا، هاي قفلنا، يا لك اخر شيء الخوف. راح الخوف، بعد منك يا هو ما نعطيكم مجال. راح الخوف، راح برا، اطلع ما عندك شيء، اطلع ارجع ما عندك شيء، ارجع 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 لاهلك احسن. ذولاك باكر ربك اللي بالخارج، ارجع لهم احسن. والله العظيم يفيدونك هنا، ما ماكو فايده هنا. أنا بنص الخير أحوالي والمثل محسب للعيشة، مرت الجعفري مبخوتة شيلتها، مليار وربع صاغت عرس بتها، تبيع القاع ذاني شنة شنتها من أربيل الراس البيشة. والمثل محسب للعيشة، هادي العامري عايل كلش، ولدك عيالة ودباغة، الوادم محتار بعيشته، وانت احتار بقاسم آغة. قيس الخزعلي خالص ساده، وقائد محسوب على القادة، سد بيبانة بوجه بلادة، ووي إيران مشكل فيشة، والمثل محسب للعيشة. علاقة مخضر ما عندي، وخبصون بعمار الهندي، اللي بس عمامة وبدلة جندي، عمار مسيج بوشنقي، وقالب عاصمتك تحشيشة، والمثل محسب للعيشة. ثمان سنين اللي يحكم عدنا، قلنا له نريده قائدنا، يوم نغلط انت تردنا. قام القائد باع الموصل، وصاح اليونس ما حد يوصل. يونس، يونس طالبني بتفنيشه، والمثل محسب للعيشه. القائد يوم الايس منكم، اتحزم وتنخب مرجعكم، شفت المرجع من فزعكم. القائد يوم الايس منكم، اتحزم وتنخب مرجعكم، شفت المرجع من فزعكم.
للحشد تعنى وكل اخواني وما ظل بالمنزل بس ثاني بين الميت وبين امتاني اتحزمنا وحاربنا الباطل هدينا وردينا العايل ما اعرف يا شاعر قايل يعرفنا الحد من يعطينا صاح السيد خلنا الظهر صاح السيد خلنا الظهر والله لا سقطهم باكر كل واحد محتار الظيمه شفنا السيد نصب الخيمه قررنا نطب للمجلس حتى الخاطب شمر المعبس ردنا نمثل يوم العاشر ما احس لان السيد طافر باع الثوره برقص الريشه والمثل محسب للعيشه ما قدس كل واحد اني لو يطلع ابن السستاني بلبه قلبه امامه حيدر بس ما ظنها تكظ الثاني بلبه قلبه امامه حيدر بس ما ظنها تكظ الثاني من الشيعه من اهل الغربيه وحتى الحكم الكردستاني لو قلبهم واحد واحد ما طلع لك منهم خير ما عفت الشغله المعيوبه انتخب فلان تحصل صوبه ما عفت الشغله المعيوبه انتخب فلان تحصل صوبه بحرقة بدو نضيع نوقه حلفه خير الوطن نبوقه لو ضميت الوطن بشيشه والمسلم حاسب للعيشه احنا شباب متطوعين من جيبنا الخاص لا جهه تدعمنا لا مسؤول يدعمنا لا اي حزب احنا ناس شباب متطوعين من جيبنا الخاص احنا ناس كسبه الساعه نبدي الساعه تقريبا من 5 العصر ننتهي الساعه 3 بالليل واحنا هنا بخدمه المتظاهرين وعيوننا لهم والله لا يوفقهم هذول كلوا حقنا الله لا يوفقهم بجاه فاطمه الزهراء الله لا يهنيهم ذولا حراميه واحنا هنا طالعين لهاي الوادب واحنا هنا جاي نخبز بخدمتهم هذول كلهم قلب على قلب وكل احنا اخوه الحمد لله والشكر والمتظاهرين عال العال معنوياتهم جميله وان شاء الله مستقرين وان شاء الله نغير النظام كله ان شاء الله لا اعضاء مجلس ولا احزاب ان شاء الله هاي الشباب ان شاء الله منصوره بهم ان شاء الله بحق الحسين الشهيد والناشد اهل بغداد ان شاء الله احنا ننصرهم والمواكب هنا الحمد لله والشكر ما مقصرين بكل شيء هاي ان شاء الله المفسدين والهاي كلهم ان شاء الله نغيرهم اريد الشعب بيان ان شاء الله خير من الله خير من الله اكل ماي شرب حلاقه كل شيء موجود على عناد الفاسدين ان شاء الله وان شاء الله الى ما سوونا حل نجيهم للخضره ان شاء الله نعتصم الدور هناك وندور نطب عليهم ان شاء الله سالم 7 ايام خطيه هنا يعني نايمين وخطيه يعني حالتهم خطيه سالم 7 ايام هنا وعلوا حشود مليونيه وعاد الزويه وين يعني وين تطوى الشك بهاي المظاهرات يعني ما اريد احزاب باطل يعني لا شغل لا عمل يعني مطالب المجتمع يعني فاشله لا بلديه لا يعني مصانع لا حرسات لا كل شيء ما اريد اريد وطن هو ماكو وطن ماكو دوام يا ولد هلا بيهم ولكم العدل والله
يلا يا جميل ابن جميل ارجع له يا ابن جميل نخدم المتظاهرين يعني احنا من الاربعة الفجر لحد الساعة بالثنتين احنا مستمرين وهاي الخدمة وهاي خدمة المتظاهرين شرب لنا احنا نشرب بيها مثل خدمة الامام الحسين ان شاء الله وان شاء الله الله واهل البيت ان شاء الله ينصرنا على السياسيين ان شاء الله بحق فاطمة الزهرة ويحفظ اهلنا بالديوانية ان شاء الله وكل محافظة واحنا نشرب والشهداء نسأل من الله يرحمهم إن شاء الله بجاه فاطمة الزهراء ويصبر قلوب أهلهم إن شاء الله وإحنا شرف لنا هاي الخدمة لا إحنا دعمنا من جيب الخاص لا واحد يدعمنا ولا إحنا من جيبنا الخاص والحمد لله والشكر إيش ما يعني طول الأيام إحنا موجودين متوازين بهاي المواقف بس أبو الأسود